مرحبا بكم في درس جديد. أولا مبارك عليكم إكمال فصل المكونات ودخول في الفصل الجديد الذي يأتي تحت اسم البرمجة الكائنية التوجه أو بالإنجليزية Object Oriented Programming واختصارا OOP. أولا ما هي البرمجة الكائنية التوجه؟ من الاسم نفهم أنها نوع من أنواع البرمجة ويمكننا تسميتها بنمط برمجي أو أسلوب برمجي، ولغة الأوبجكت باسكال التي نعمل بها تدعم هذا النمط بشكل كامل. إذا هل نحن في كل هذه الفصول السابقة كنا نعمل بهذا النمط؟ الجواب هو نعم ولا في نفس الوقت. فنعم، لأننا كنا نعمل بها باستخدام هذا النمط عن طريق استخدامه فقط، ولم نعرف ما هو أو ما هو مبدأه، وهذا يضع بعض الغموض لكننا سنزيل في هذه الدروس. فكل الأشياء التي لم نكن نفهمها أو كنا نتجنب التحدث عنها أو ذكر أي شيء عنها وتجنبنا ذكر هذا الشيء سنشرحها في هذه الدروس، وسنفهم الأساس والمبدأ الرئيسي للغة Object Pascal. أما بالنسبة للجواب الثاني وهو لا، فلغة الأوبجكت باسكال واحدة من اللغات متعددة أنماط البرمجة. فالنمط الآخر الذي عملنا به كان في الفصل الثالث حينما تعرفنا على الإجراءات والدوال، حينها تعرفنا على نمط برمجي يسمى البرمجة الإجرائية أو البرمجة الهيكلية. وبهذا نكون قد تعرفنا على أول نمط برمجي مدعوم من اللغة Object Pascal. وفي هذا الفصل سنتعرف على النمط الآخر أي البرمجة الكائنية التوجه، والذي لديه مفهوما رئيسيا هما الفئة أو Class والكائن Object، والتي سنتفصل في شرحها مع المفاهيم الأخرى وفي هذا النمط البرمجي. وأخيرا لإعطاء صورة بسيطة عن الأمر لدينا المثال التالي. في البرمجة الإجرائية كنا نعتمد على تقسيم البرنامج إلى إجراءات ودوال، لكن في البرمجة الكائنية سنقسم البرنامج إلى فئات classes. لذلك دعونا نبدأ في التعلم أكثر عن هذا النمط البرمجي الجديد.